امر طبيعي. ده حقيقي. قداسة البابا في اي ازمة بتحصل الناس بتجري تدور في التاريخ عن ازمات مشابهة، وبيدوروا الكنيسة اتعاملت معاها ازاي وتصرفت ازاي في وقت الازمة دي. هل في تاريخ الكنيسة او في الحقب الزمنية اللي فاتت في ازمة مشابهة اتقفلت فيها الكنائس او اتوقف فيها الصلوات مؤقتا لاي حاجة؟ وان كان حاصل الكنيسة اتعاملت ازاي يا سيد؟ انا عملت كده برضه، قعدت ادور في كتب التاريخ علشان نعرف ناخد القرار المناسب يعني. فسمعت في تاريخ البابا مرقس اظن رقم 84 ان كان في مرض طاعون وكان منتشر، وطبعا الاجراءات الصحيه زمان ما كانتش زي النهارده، فالمرض ده هو تخلى الكنايس مقفوله وقت طويل قوي، ده عشان المرض، ظروف مشابهه لينا. وسمعت ان في ايام الحاكم بامر الله، وده كان في القرن العاشر 11، ده بس ده نوع من الاضطهاد، قفل الكنائس حوالي 9 سنين بالظبط، لدرجه انه فتحها تاني مش عشان يفتحها، عشان فوجئ ان كل بيت صار كنيسه بالظبط، فكان يمشي بالليل فيسمع الصلوات طالعه من البيوت، طالعه من البيوت، وكانوا بيتكلموا باللغه القبطيه فما كانش فاهم، فشعر ان كل الشارع بقى كله كنايس، يعني قرروا زي قله فقرروا ما عملش حاجه، وبقى فرصه للتعليم جوه البيت، فكانت النتيجه ان اتفتحت الكنايس. على العموم كل موقف يواجه الكنيسه لازم، الكنيسه فيها فليكسبيليتي، فيها مرونه، ولانها مسترشده بالروح القدس، الروح القدس هو اللي يقودها، ونفكر في الحاجه المناسبه للصالح بتاعنا النهارده. الاخذ بالاسباب. طبعا. عايزه اسال قداسه